للمرة الأولى يستقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك بدون وجود زعيمهم الخالد علي عبد الله صالح جسدا، لكن روحه الطاهرة تظل حية في أرواحهم ونفوسهم خاصة، وأنه قد أطل عليهم بخطاب جديد يبث للمرة الأولى منذ أن اغتالته أيادي الغدر الحوثية مطلع ديسمبر المنصرم في جريمة لن يمحيها التاريخ ولن تستطيع نسيانها الأجيال المتعاقبة. عيد الفطر المبارك أول عيد يهل على اليمنيين بدون زعيمهم وقائدهم الشهيد الرمز علي عبد الله صالح الذي قتلته الفئة الباغية. عيد لا طعم له ولا لون عند السواد الأعظم من أبناء اليمن الذين افتقدوا أبا وزعيما وقائدا شهد له القاصي والداني بحكمته وحنكته وشجاعته وأبوته. حتى بعد خروجه من السلطة وتسليمه لها حقنا لدماء أبناء الشعب اليمني عام 2012 ظل بيته مزارا للرواد من جميع شرائح المجتمع الذين يكنون له كل الحب والتقدير والاحترام، فكان رحمه الله يستقبلهم كل عيد وعلى مدى 3 أو 4 أيام وآلاف المهنئين يتقاطرون إلى منزله للسلام عليه والتعبير عما يجيش بداخلهم من مشاعر شاعر فياضة ومحبة صادقة مجردة من كل المصالح. كان معظم أبناء الشعب اليمني يشعرون بالأمان عندما يطل عليهم قائدهم وزعيمهم الوفي المخلص ليلة كل عيد يوجه خطابا لهم وفي كل مناسبة دينية أو وطنية أخرى، لكنهم اليوم ورغم الفقد والألم لوفاته إلا أنهم يعيشون ومعهم روحه الطاهرة وذكرياته الجميلة كيف لا، وقد ظل على مدى 4 عقود القائد والرمز الباني والموحد المتسامح النبيل صاحب القلب الكبير الذي قل نظيره علي عبد الله صالح. أحب شعبه وأخلص له، فأخلص الشعب لهذا القائد الوفي وكان ولا يزال وسيظل رمزا خالدا حيا وحاضرا في وجدان الجميع، فمن أحبه الناس أحبه الله، وها هي محبته واحترامه يزداد رغم رحيله جسدا، لا سيما بعد أن رأى اليمنيون زمرة البغي والطيش والغرور والخيانة والكبر والإجرام تجثم على صدره على مدى 4 سنوات لم تكسب إلا كراهية الناس وبغضهم وحقدهم. نعم رحل علي عبد الله صالح، رحل جسدا، لكن قيمه ومبادئه وروحه الطاهرة ستظل بيننا ما حيينا. رحل ولسان حاله سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. تحية لك أيها الشعب، تحية لك أيها الشعب، وداعا أيها الشعب، وداعا أيها الشعب. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.